الامريكان قالوا من قمنا بعضنا شوية أحلى جماهير يوسف بيه شوز وان شوز وان أي واحدة لو هتقول جملة يسمعها العالم كله لو هتقول جملة يسمعها العالم كله ازاي انت فاكرني بسؤال زي كده يا شيخ؟ يا جماعة لو هتقول جملة يسمعها العالم كله تقول ايه؟ أقول حب الخير للناس عشان ربنا دايما يقف معاك. هقول ما تعملش خير في وقت فراغك، فضي وقت عشان تعمل خير. عايز أقول إنه الناس للناس وكلنا لبعض، عشان أصل دي حاجة عايز أقوله. هتقول جملة يسمعها العالم كله ربنا بيعوض ربنا يعوضك على كل حاجة خير انت عملتها في حياتك. اي حد بيعمل حاجة حلوة لازم يتكافئ بحاجة نوعا ما، فهو مستحيل مثلا ان هو انت بقى انت عملت حاجة حلوة وترجع عليك بحاجة وحشة. يعمل اللي عليك وبس، سيب بقى لك كده كده بتتدبر. دبل خواطر احب عبادة لربنا، ومفيش دبل خواطر احسن من احنا اللي احنا بنعمله. ان الدعاء بتاع اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا ده يعني هو يعني الحياة ان انا اتشل ربنا يعني استورنا احنا عشان نساعد الناس، فاحنا بندعي ان ربنا يفضل مكمل هو يستخدمنا احنا عشان نساعد الناس، ان هو كده كده المساعدة جاية لينا او من غيرنا، فاحنا يعني بندعي يا رب يعني نفضل احنا الناس اللي ربنا بيستعملهم. يعني اسمعها العالم كله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصادقة. لو هتقول جملة اسمعها العالم كله A life worth giving is a life worth living. هقول لبلدنا اسلوب حياة.